شباب المتوسط. نتمنى أن الجميع في أمان خلال هذه الجائحة، وأنكم تستغلون الحجر المنزلي أو الصحي أحسن استغلال، وأتمنى أن يرفع عنا الله هذا الوباء في القريب العاجل إن شاء الله. إذن مناظرتنا لهذه الأمسية كما قلت هي ضمن سلسلة المناظرات الرقمية التي يسهر عليها برنامج صوت شباب المتوسط في العالم العربي. في البداية أود أن أشكر المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب في شخص السيد المدير بوني رايلي والسيدة مديرة البرنامج غزلان العشير، والشكر أيضا موصول إلى السيدة المديرة الإقليمي للبرنامج إلي الجميلي وجميع طاقم البرنامج في الدول العربية. كما أود أن أشكر الميسرين الرؤساء لجميع الدول المشاركة في هذه المناظرة بتعاونهم وتسهيل عملية التنسيق لإنجاح هذه الفعالية. إذن المناظرة ستكون حول موضوع الإفراج الفوري عن جميع السجناء، والمقولة هي سيدعم هذا المجلس الإفراج الفوري عن جميع السجناء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. المناظرة ستقام على مبنى البرلمان البريطاني بمعدل 5 دقائق لكل متحدث. نطلب أيضا من الجمهور كما قلت والحضور الكريم جعل وضع المتحدث به على الصامت حتى يتسلى لنا سماع جميع الخطابات بشكل جيد، ولا يسمح لأي من المتحدثين أو الحضور التحدث أثناء المناظرة إلا في نقط المعلومة المتعرف على قوانينها بالنسبة للدقيقة الأولى والدقيقة الأخيرة فهما محميتان، بينما يسمح للمتناظرين في الطرف الآخر أن يطرحوا نقط المعلومة في أي وقت بعد الدقيقة الأولى بالضغط على زر المتحدث عنه وطلب نقطة المعلومة مباشرة من المتناظر الذي يتحدث. كما يمكن أيضا للسادة الحضور والسيدات الحاضرات طرح أسئلتهم على أعضاء الحكومة وأعضاء المعارضة عبر تقنية الشرطة المتواجدة تقنية الرسائل والشرطة المتواجدة أسفل التطبيق، مع ذكر العضو المعني بالسؤال أو الفريق المعني بالسؤال، وسنخصص فقرة في آخر المناظرة للإجابة على هذه الأسئلة. إذن لابد من الإشارة أيضا إلى أن الآراء المعبر عنها خلال هذه المناظرة لا تعكس بالضرورة الآراء الشخصية للمتناظرين، وأكد أنها لا تعكس بالضرورة الآراء الشخصية للمتناظرين ولا إدارة صوت شباب المتوسط أو أي من شركائه، إنما فقط هي تقنية لتشجيع الحوار وفتح فضاءات للنقاش بين الشباب في مختلف بقاع العالم العربي. بالنسبة للمتناظرين في هذه المناظرة في هذه الأمسية سيكون معنا كل من في فريق الحكومة كل من رماح الأعور من لبنان، عيسى حوامدة من فلسطين، بالنسبة للحكومة الاختتامية إسلام فايز من مصر ومحمد أمين ستيتو من المغرب. في فريق المعارضة الافتتاحية إبراهيم السحوري من الأردن، وليد بربورة من الجزائر، وفي المعارضة الاختتامية فراس قم من تونس ومحمد خبليل من ليبيا. كما أذكر أن أيضا معنا متناظري الظل الذين سيتابعون هذه المناظرة في حالة كان هناك عقب تقني أو أي شيء من هذا القبيل في بخصوص المتناظرين المشاركين في المناظرة الرئيسية. إذن على بركة الله نبدأ مناظرتنا لهذه الأمسية، وأذكر مجددا بالمقولة سيدعم هذا المجلس الإفراج الفوري عن جميع السجناء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أعطي الكلمة والخطاب الأول للسيد رئيس الحكومة رماح العور، فليتفضل في 5 دقائق وشكرا. دعم الافراد من فيروس كورونا، ذلك بهدف التطلع للامور ارواح السجناء. رماح، اعتذر، الصوت ليس واضحا، اذا كان امكن يعني تحسين جودة الصوت ارجوك، لان الصوت غير واضح. شكرا. يمكن يحتاج إلى ما زال هناك مشكل في الصوت رماح. إذا نجدد الدعوة لرماح بتحسين جودة الصوت، لأنه ما زال هناك مشكل في جودة الصوت، حتى يتسنى لباقي المتناظرين سماع الخطاب. إذن ما زلنا في بانتظار رماح، سوف نعطيه بضع ثواني فقط ونلتجئ إلى متناظر الظل لبداية المناظرة. أحاول الدخول عبر الناس. تفضل رماح. رفاقي في المعارضة، زملائي في الحكومة،
لجنة الحكم الموقرة أيها الحضور الكريم، نحن كفريق الحكومة نؤيد قرار المجلس ألا وهو دعم الإفراج عن جميع السجناء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف التطلع للأمور من المنظار الإنساني بحماية أرواح السجناء وما يأتي بالفائدة على صعيد الدولة. نعيش اليوم في زمن الكورونا، المحنة الجماعية التي فرضت نفسها على شعوب الأرض قاطبة بتعابير جديدة وعادات وتدابير وقائية سميت بالإبعاد الاجتماعي. فمنذ ظهور شبح كورونا واجتياحه العالم، وضع جميع سكان هذا الكوكب ضمن دائرة الخطر، بحيث هدد هذا الوباء الكبير والصغير، الغني والفقير، حتى أنه لم يميز ما بين الظالم والمظلوم. فإنه الوحيد في يومنا الحالي الذي ينظر للعالم بسواسية واجتاز هواجز التفريق، نعم التفريق الجغرافي والاقتصادي، التفريق الاجتماعي، العرقي والطائفي، والتفريق الجنسي، وما أسوأ من التفريق. في يومنا الحالي كل ما يحتاجه العالم هو التكاتف، نعم التكاتف لمواجهة هذا الوباء للحد من انتشاره وحماية أرواح البشر. فيبقى التكاتف هو الأساس والاستحقاق الإنساني فوق كل اعتبار. وعندما نتكلم عن الإنسان والإنسانية، لا يسعنا إلا ذكر أولئك المساجين الذي ينتابهم الخوف يوما بعد يوم، ويدهمهم الخطر ليلعب بعداد حياتهم، وهم مكتفي الأيدي خلف القضبان ينتظرون لفحة أمل تبشرهم بعودتهم إلى الحرية ونفاذهم من المرض. ولكن عودتهم مشروطة، نعم مشروطة، ضمن إطار قانوني يجسده مشروع قانون معجل مكرر يمنح العفو العام عن بعض السجناء، ومن لم يشمله هذا القانون يخضع تحت وقاية طبية للحفاظ على سلامته وسلامة القوى الأمنية المتواجدة في السجون. وكل ذلك أتى بإيثار حرسنا على أرواح البشر وإيمانا منا بأن هنالك جزء منهم مظلوم، إما ظلمته الحياة أو ظلم نفسه بنفسه، ومن منا لا يتعلم من أخطائه. أما الآن سأتناول الشق القانوني، بينما زميلي في الحكومة الافتتاحية سيتناول الأعباء الملقاة على عاتق الدولة. فمن الناحية القانونية، وكما يعرف القانون، فهو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها. ومن هذا المنطلق، فإن مشروع قانوننا المعجل المكرر ينظم العفو العام تحت إطار الحفاظ على سلامة المساجين، وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على الأمن الاجتماعي في البلد. فالمادة الأولى منه تتبنى منح العفو العام عن المخالفات المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا القانون، سواء حركت فيها دعوة الحق العام أو لم تحرك، وفي حال تحريكها سواء التي صدرت بنتيجتها أحكام أو ما زالت عالقة أمام المحاكم العدلية أو العسكرية. أما في حال كانت هذه المخالفات داخلة ضمن اختصاص القضاء العدلي، فيشترط الاستحصال على إسقاط للحق الشخصي من أجل الاستفادة من العفو. أما الذين يستثنوا من العفو فهم الذين ارتكبوا الجرائم التالية: قتل مدنيين أو عسكريين، استخدام أو صنع أو اقتناء أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة ومنتجات سامة أو محرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها. ثالثا، خطف مدنيين أو عسكريين، تجنيد أو تدريب أو إعداد أشخاص للقيام بالأعمال الإرهابية. فإن هذه المعلومات هي جزء لا يتجزأ من مشروعنا، فقانوننا يحتوي على مقدمة وعشر مواد تضمن عدم المس بأمن البلد وتضمن الحفاظ على أرواح المساجين، بحيث يدق ناقوس الخطر في السجون ويزداد خوف السجناء أكبر وأكبر. ومن هنا يجب علينا التعامل مع هذا الوضع بإنسانية ومسؤولية أكبر قبل فوات الأوان، وإذ نعيد ونذكر بموقفنا وتأييدنا لقرار المجلس
ألا وهو دعم الإفراج الفوري عن جميع السجناء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف التطلع للأمور من المنظار الإنساني بحماية أرواح السجناء وما يأتي بالفائدة على صعيد الدولة. آملين من الذين من الجميع التكاتف والتساعد لخوض غمار هذه المرحلة حتى وصول إلى بر الأمان، ونأمل منكم قبول مشروعنا القانوني، وشكرا. إذا شكرا رماح على الخطاب. دائما أضيف فقط 15 ثانية بعد الوقت المخصص لخمس دقائق حتى تكتمل الفكرة. إذا شكرا للسيد رئيس الحكومة على الخطاب الأول. نمر مباشرة إلى الخطاب الأول في المعارضة والثاني في المناظرة مع السيد زعيم المعارضة إبراهيم السحوري، فليتفضل مشكورا. مساء الخير جميعا، أنا إبراهيم السحوري زعيم المعارضة، وسأقوم بتقديم موقف معارضة الافتتاحية في فريقي، وسأتحدث عن الجانب الصحي والأمني، ثم سيقوم زميلي في المعارضة الافتتاحية بالحديث عن الجانب الوقائي. وقبل الحديث بالحجج والاستراتيجية الفريق سأعود إلى ما تقدم به زعيم الحكومة، والذي قال أن الإنسانية تستدعي التدخل، ونحن نعم مع الإنسانية ونعمل من أجل سلامة الجميع، حتى وإن كانوا قد أخطأوا، حتى وإن كانوا مصنفين كمجرمين أو خطرين، لكن دون المساس بحقوق المجتمعات ودون تضيع جهود الدول التي بذلت الغالي والنفيس منذ بداية هذه الجائحة. لكن سأعود حتى نكون واضحين جميعا إلى تعريف المصطلحات الواردة في المقولة، والتي تبدأ في معنى الإفراج، أي إطلاق السجين، إخلاء سبيله، الفوري أي يعني الآني دون تأخير، والحد المقصود فيها هنا الغاية من إنهاء الوضع الحالي أو المشكلة الحالية. ولا بد من التركيز على الكلمة المفتاحية في المقولة، وهي الجميع وتعني الكل، وهذا شيء يتعارض مع العديد من الأمور. ومن هنا سأبدأ في طرح الحجة الأولى، والتي تتمثل في تجارب الدول في الإفراج عن المساجين. وقبل الطرح الأول سأقول بأن لم يسجل تاريخياً أي إفراج بالمطلق بالمجمع للجميع السجناء في أي وضع مرت فيه الدول أو العالم سابقاً في حالات الوباء وانتشاره. لكن دعونا نستذكر هنا بريطانيا وتركيا والأردن، سأخذك لاحقاً، دعونا نستذكر هنا بريطانيا وتركيا والأردن وغيرهم من الدول التي أقرت قوانين الإفراج عن بعض المواقيت والمساجين خلال جائحة كورونا بهدف التخفيف من أعداد النزلاء في السجون، لإتاحة المجال للدولة لاتخاذ إجراءات وقائية داخل السجون، وأيضا توفير التباعد الاجتماعي ليعتبر شرط أساسي في مواجهة كورونا. الأردن على سبيل المثال أفرج من بداية الجائحة على أكثر من 5000 سجين وأكثر من 480 موقوف إداري. هؤلاء تمثلوا في القضايا البسيطة مثل الذمم المالية والجنح البسيطة والقضايا التي تقل حكمها عن 6 أشهر، والنساء والأطفال والأحداث والكهلة اللي كنا بنعرف أنهم كانوا أكثر الناس عرضة للإصابة بفيروس كورونا. هذا الشيء أتاح للأردن أولاً فحص جميع المفرج عنهم ووضعهم بالحجر الإلزام 14 يوم قبل دمجهم مع المجتمعات، وأيضاً أتاح لهم المساحة الكافية داخل السجون لإجراء لاتخاذ إجراءات الوقائية وتحقيق غاية التباعد الاجتماعي بين النزلاء في السجن الواحد. وهذا طبعاً وفر المساحة بعد الإفراج عن عدد من المساجين، وليس الجميع، دعونا نركز على أنه ليس الجميع. أما في حال أفرجنا عن الجميع وبشكل مطلق، فهذا يعني أننا سنضم خطر جديد إلى المجتمع إلى جانب خطر كورونا، وهو الجرائم. وهذا الشيء تمثل خلال العفو الأخير الذي نفذ في الأردن، ارتفعت نسبة الجريمة بعد هذا العفو بأسبوع، وللأسف كان عدد من مرتكبين هذه الجرائم هم مكررين لها وممن أفرج عنهم في العفو العام. فيجب أن نساهم في تكثيف جهود الدولة نحو مكافحة وباء كورونا، ولا يجوز تشتيت الجهود هنا وهنا. سأخذك لاحقا صديقي، وأيضا الحجة الثانية التي سأقولها هنا، لأن الغاية هي الحد انتشار الوباء والحفاظ على حياة وصحة الإنسان، فلابد من تكثيف الجهود وتركيزها في مواجهة كورونا بدلا من تشتيتها هنا هناك. لأن الإفراج عن المساجين يعني أن تفرج عن الخطرين وتجار المخدرات والقتلة والإرهابيين الذين سيشكلون عبء إضافي على الدولة وأجهزتها، فهؤلاء يعتبروا أشد خطورة على المجتمع من فيروس كورونا، الذي أكد جميع الدراسات أنه ليس بالخطير وإنما سريع
الانتشار، وهذه دراسات منشورة عن منظمة الصحة العالمية، وهنا أقتبس من مقال القاضي العراقي عبد الستار رمضان المنشور في صحيفة الإلاف الإلكترونية بتاريخ 10/5/2020، والذي قال إن الإفراج عن بعض السجناء خطوة مهمة لمحاربة كورونا ما لم يمثل خطرا على أمن وسلامة المجتمع. ومن هنا دعني أعود إلى أن استراتيجية فريقي في هذه المناظرة لمعارضة هذه المقولة جاءت من خلال الاتفاق على أن الإفراج عن بعض المساجين وليس جميع المساجين يتيح للدولة اتخاذ إجراءات أفضل في حماية صحة المفرج عنهم وكذلك النزلاء، وكذلك إتاحة المساحة للدولة من لتوفير الخدمات الصحية اللازمة للسجناء والحفاظ على صحتهم وسلامتهم داخل السجون بحسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تعتبر عرف دولي في كافة الدول. ومن هنا نعود ونؤكد على موقفنا الرافض لمقولة هذا اليوم، ونرفض الإفراج عن جميع السجناء في ظل هذه الجائحة، وقدمنا الحل لهذه المقولة. شكرا. إذن شكرا للسيد زعيم المعارضة. أعيد وأذكر السادة والسيدات الحاضرين والحاضرات أنه يمكنهم الإرسال يعني أسئلتهم حول المناظرة بالنسبة للمتناظرين عبر تقنية الشات الموجودة تحت التطبيق، مع ذكر العضو أو المتناظر المعني بالسؤال، حتى نخصص في نهاية المناظرة وقتا للإجابة على هذه الأسئلة وإغناء النقاش. شكرا أيضا إذا مجددا لزعيم المعارضة. ونمر للخطاب الثاني في فريق الحكومة للسيد نائب رئيس الحكومة عيسى حوامدة، فليتفضل مشكورا في 5 دقائق. إذا أجدد طلبي للحضور والحاضرات سيد الحاضرين والحاضرات بإغلاق وضع المتحدث به حتى يتسنى لنا سماع جميع المتحدثين. شكرا. شكرا لك. في البداية لم أسمع ما تقدم به رئيس الحكومة وزعيم المعارضة، لم يكن هناك صوت إطلاقا، لذلك لن أمر على التفنيد لأنني لم أسمع أي شيء منها. قد أزمعت ولو ناديت حيا، ولكن حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في الرمادي. هذا لسان المنظمات الصحية والحقوقية المطالبة بالإفراج عن السجناء في ظل هذه الجائحة للمعارضين. السيد رئيس الجلسة المحترم، الجمهور المثقف، زملائي في فرقية الحكومة والمعارضة، طبتم وطابت أوقاتكم. جئنا اليوم لنناظر على مقولة المجلس التي تقول بأنه يدعم هذا المجلس الإفراج الفوري عن جميع السجناء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وكفريق حكومة انطلقنا من الاستراتيجية التي تدعم الإفراج الفوري عن جميع السجناء الحق العام في ظل هذه الأزمة، مستثنية من ذلك أصحاب الجرائم الخطرة. وقبل أن أبدأ دعوني أبحر في موقفنا كفريق حكومة بعدما تناوله رئيس الحكومة من مشروع القانون الذي بيّن كيف سيتم الإفراج عن السجناء بشكل فوري للحفاظ على حياتهم. وقبل أن أبدأ بموقفي، علينا أن نذكر بأننا هدفنا في هذه المقولة وكفريق حكومة هو الحفاظ على حياة السجناء أولا، وكذلك التخفيف من وطأة الأعباء الملقاة على عاتق الدول ثانيا من خلال الإفراج الفوري عن السجناء في ذلك. أما عن حجتي فهي الإفراج الفوري عن السجناء سيخفف الأعباء الملقاة على عاتق الدول. تمر الدول في ظل أزمة انتشار وباء كورونا المستجد في ظروف استثنائية وخطرة على جميع الأصعدة، وخاصة على الصعيد الصحي فيما بعد. فيعتبر هذا الفيروس سريع الانتشار في الأماكن المغلقة والمكتظة، وفقا لتقرير عن منظمة الصحة العالمية، حيث تعتبر السجون من أكثر البؤر ذات الخصوبة الجيدة لانتشار هذا الفيروس، كونها أماكن مغلقة وذات كثافة عددية عالية جدا، وتختلف هذه الكثافة في السجون من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، مثلا دولة كمصر، وفقا لتقرير المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150%. بمعنى لو أن السجن يتسع ل 100 سجين في مصر، في نفس هذا السجن هناك 150 سجين. وبالتالي انتشار فيروس
كورونا في ظل هذه الظروف الصحية في هذه السجون سيكون سريع جدا. من هنا تكون مسؤولية الدولة في الجانب الصحي مضاعفة فيما يتعلق بالسجون لمنع انتشار هذا الفيروس، إذ يجب على الدولة تسخير كافة إمكانياتها الصحية والأمنية والاقتصادية من أجل الحفاظ على تلك الأماكن من هذا الكائن الدقيق الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. تفضل في مداخلتك. تحدث في البداية لم يأتي زميلك بأي يعني شيء من ناحية كيفية العمل الفوري أو ما هي الآلية التي ستتخذونها نتاج على هذا الإفراج الفوري عن الجميع، فلم تأتي بأي آلية. الإفراج الفوري سيكون عن المحكومين من خلال الذين أمضوا الحق الخاص وبقي لهم الحق العام. هناك جرائم تم استثنائهم في القانون الذي تم ذكره من رئيس الحكومة من هذا الإفراج، الجرائم الخطرة كالقتل وتجارة المخدرات وكذلك هتك العرض، هذه الجرائم الكبرى وكذلك جرائم أمر الدولة مستثناة من الإفراج. نحن هدفنا ليس الإفراج عن السجناء، بل هدفنا التخفيف من أعدادهم للحفاظ على حياتهم وتوفير لهم بيئة صحية جيدة في السجون، إذ يجب على الدولة تسخير إمكانيتها الصحية والأمنية والاقتصادية من أجل الحفاظ على تلك الأماكن من هذا الكائن. فيما بعد فالإمكانيات التي تمتلكها الدول ستنقسم في مواجهة هذا الفيروس في المراكز الصحية والمستشفيات إلى جانب السجون، بالتالي إطلاق سراح السجناء أصحاب الحق العام سيخفف من الأعباء التي تقع على عاتق الدول في السجون لاحتواء هذا الفيروس وللحد من انتشاره، وذلك بالتركيز على المراكز الصحية والمستشفيات. فلو كان هناك 100 سجين وتم الإفراج عن 50 منهم وبقي 50، بالتالي سينخفض العدد للنصف، وبالتالي ستنخفض مسؤولية الدولة في السجون إلى النصف، وبالتالي سيكون هناك إمكانيات أكبر للحد من انتشار هذا الفيروس في السجون. وهذا ما قدمت عليه العديد من الدول منها العربية والأجنبية، فقد أعلنت إيران الثلاث في مارس الماضي الإفراج عن 85,000 سجين، إضافة إلى الأردن أفرجت عن 3,081 سجينا، إضافة إلى المغرب أفرجت عن أكثر من 5,000 سجين، وكل تلك الدول عللت الإفراج عن هؤلاء السجناء تحت إطار الإجراء الرامي لاحتواء فيروس كورونا. تفضل في مداخلة. إذن أنت تعني باستثناء بعض المسجونين أن الحياة أهم لأصحاب الحق العام، لمن تبقى عليهم الحق العام، أما الباقي فهذه حياتهم غير مهمة، هذا ما تقصد بكلامك؟ لا إطلاقا. نحن هدفنا في موقف الحكومة هو التخفيف من أعداد السجناء في السجون حتى يتسانى للحكومة الحفاظ على من بقوا في السجون. إذا أبقينا السجون مكتظة بهذه الأعداد الهائلة من السجناء، الحكومة الدولة لن تستطيع الحفاظ على حياة لا سجناء الحق العام ولا سجناء الحق الخاص. نحن هدفنا تخفيف الأعداد من السجون من أجل قيام الدولة بكافة واجباتها على أكمل وجه للحفاظ على حياة من تبقوا في السجون. شكراً لسيد نائب رئيس الحكومة على الخطاب، انتهى الوقت، وأرجوكم بالنسبة للمتناظرين حتى نبقى في قوانين المناظرة لا يسمح بأخذ نقط المعلومة في الوقت الغير مسموح به في الدقيقة الأخيرة، ربما لم تسمعني عندما طلبت ذلك، ولكن أرجوكم أعيروا انتباهكم للميقات حتى يتسنى لنا البقاء في القوانين المخصصة للمناظرة. إذن شكرا مجددا لسيد نائب رئيس الحكومة. نمر إلى الخطاب الثاني في المعارضة، والسيد نائب زعيم المعارضة وليد بربولة فليتفضل مشكورا في 5 دقائق. سيدي رئيس الحكومة، زملائي فريق الحكومة، زملائي فريق المعارضة، مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم. سأذكر بمقولة هذا المجلس، سيدعم هذا المجلس الإفراج الفوري عن جميع السجناء، ونضع 4 أسطر تحت جميع السجناء أو جميع المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا. أنا بصفة نائب زعيم المعارضة أدعم موقف فريقي المعارض وبشدة لرأي المجلس أو لموقف المجلس بالإفراج الفوري عن جميع المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن قبل الخوض فيما سأحاول أنا وزملائي إقناعكم به، سأبدأ بدحض ما جاء به متحدثهم الأول والثاني.
متحدثهم الأول لم يتكلم في أي حجة وتكلم فقط في المجلس الاستراتيجية، وذكر على أنه هو وفريقه وفريق الحكومة تكلموا عن قانون يشمل البعض ولا يشمل البعض الآخر، وكأنهم يتناظرون في مناظرة أخرى. المناظرة تقول الإفراج الفوري عن جميع المسجين، وهو يضع قانون يفرج عن البعض ويستثني البعض الآخر، حيث ذكر العديد وذكر في حجته، لم يذكر الحجة بل ذكر استراتيجية، وفي استراتيجيته ذكر العديد ممن ستخرج عنهم هذه الحكومة والعديد ممن ستستثنيهم هذه الحكومة. يبدو أن المتحدث الأول لم يقرأ نص القضية جيدا. متحدثهم الثاني ابتدأ كلامه بأن هناك العديد من المنظمات العالمية تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المساجين. يا أخي يا عزيزي، ليست هناك أي منظمة في العالم طالبت بذلك، بل جميع المنظمات طالبت بشيء اسمه الحذر من انتشار فيروس كورونا في المساجد، وهذا ما ذكرته منظمة الصحة العالمية وعديد من المنظمات الحقوقية، وبالأخص ذكرته لدول ديكتاتورية مثل مصر وغيرها، حيث وقد ذكر زميلي المتحدث الثاني من فريق الحكومة مثال مصر. دعني أذكرك أن هذه السجون التي تتكلم عنها هي أصلا لا تصلح للحياة، وهناك العديد من المنظمات الحقوقية التي رفعت دعوى قضائية عن هذه السجون، وبالتالي هذه السجون لا تصلح أصلا للحياة لا في الكورونا ولا قبل الكورونا. ونحن نتكلم عن السجون العادية في الحالات العادية، ولا نتكلم عن حالات الشاذة مثل حالات مصر. وهنا وقد قامت مغالطة منطقية وهي مغالطة التعليم. ذكرت أيضا أن في جانبك الاقتصادي أنها ستخفف من عاتق الدولة. هل تعلم أن هؤلاء المساجين الذين ستفرج عنه حكومتكم سيزيد عددهم أو سيضاف عددهم في عدد البطالة وعدد الأشخاص الذين سيبقون على عاتق الدولة؟ فكل شيء متوقف الآن. هؤلاء الأشخاص الذين المساجين الذين سيخرجون من المساجين أين سيذهبون؟ سيبقون على عاتق الدولة. زائد أنك لم تذكر أي منظمة حقوقية قد طالبت بذلك، وأنا أذكرك أن كل منظمة حقوقية لم تطالب بذلك بل طالبت بالحذر من انتشار فيروس كورونا في المساجد. أما في حجتي أنا سأتكلم في الجانب القانوني الوقائي مرفوضة. منطوق حجتي هو الإفراج عن منتهكي القانون سيزيد الوضع سوءا ويشكل خطرا عليهم وعلى عامة الناس خارج السجون. كيف ذلك؟ سأشرح. السجين تعريفه حسب القانون هو شخص قام بالانتهاك القانون المدني أو الجنائي. ماذا يعني ذلك؟ يعني عدم التزامه بالقانون، أي يعني انتهاكه للقانون. فكيف نطالب شخص قد قام بانتهاك القانون، هذا الشخص الذي يوجد في السجن لانتهاكه للقانون سواء المدني أو الجنائي، قام بانتهاك القانون نطالبه أو نسلمه الإفراج الفوري ونطالبه بالالتزام بالحجر الصحي الكلي أو الإجباري؟ مرفوضة. كيف ذلك؟ كيف تقومون بشخص أو تطلبون من شخص قام بانتهاك القانون مسبقا وانتهاك القانون عدة مرات تقومون بالإفراج عنه ثم تطالبونه بالحجر الصحي الإجباري؟ زائد سأتكلم في هذه الحجة عن تأثيرها على شخص، حيث أن إخراجه يسبب تعريضه للخطر هو وتعريض المجتمع للخطر. وهناك العديد من الإحصائيات، حيث أن في حتى 31 مارس سأتكلم في منطقتنا نحن، في حتى 31 مارس سجلت مصر بأكملها حالة واحدة داخل السجن، في حين لم تسجل الجزائر لحد الساعة أي حالة، ولم تسجل تونس لحد الساعة أي حالة داخل السجن. سأتكلم عن تأثيرها على المجتمع. وجود منتهكي القانون بين الناس خطر عليهم، وهناك جرائم كبرى من طرف هؤلاء المساجين. نحن نتكلم عن الإرهاب، نحن نتكلم عن قضايا القتل. هل تعلم أنه في تقرير أممي نشر مؤخرا أكثر أو حوالي مليون شخص الآن في السجون بسبب تهمتهم هي القتل العمد؟ هل تعلم ذلك؟ نحن نقوم بالإفراج عن مليون شخص فقط تسبب في القتل وارتفاع جرائم القتل بسبب هذه بسبب آرائكم كحكومة. أما أنت أمر الاستراتيجيتنا فاستراتيجيتنا تأمر على إطلاق سراح المساجين، بعض المساجين كمعارضة نتكلم عن إنشاء مساجين جديدة، أربعة مساجين حسب طاقة الاستيعاب، وأخيرا تطبيق سبل الوقاية داخل السجون بعد أن قطع عدد المساجين. وشكرا جزيلا. إذا شكرا للسيد زعيم نائب زعيم المعارضة على الخطاب. أجدد دائما يعني طلب بالنسبة للمتناظرين بفتح
الكاميرا أثناء الخطاب أو غير ذلك، خصوصا بالنسبة للمتناظرين. وأذكر الحضور الكريم، وردتنا بعض الأسئلة، وأذكركم أنه يمكنكم دائما إرسال أسئلتكم مع ذكر الفريق المعني بالسؤال حتى يتسنى لنا فتح نقاش بعد نهاية المناظرة لإغناء هذه المناظرة. إذا نمر للفريق الثاني في الحكومة، الحكومة الاختتامية، والخطاب الأول مع السيد عضو الحكومة إسلام فايز، فليتفضل مشكورا في 5 دقائق. شكرا رئيس الحكومة، أهلا بالسادة الحضور فريقي المناظرة، سلام الله عليكم. بداية أؤكد موقف فريقي المؤيد للإفراج الفوري لجميع السجناء. قبل الخوض في الحجج أبدأ ما قدمه بتفنيد وضحض ما قدمه نائب زعيم المعارضة. هو عارض نفسه في نقطتين، نقطة أنه استدل بمصر أن هو يوجد بها حالة واحدة، وذكر أنه هو نظام ديكتاتوري عكس ما 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 ما, ما يخبر الجميع بأخبار كاذبة. وطعن نفسه أيضا في نقطة هل يعني نخرج المساجين أم بعض المساجين. المقولة تقول جميع المساجين. لم أجد في يعني نقاط حججك ما هو مترابط. سوف وسألت نائب رئيس الحكومة في السياسات، وهذا سوف ما أذكره في خطابي التالي. وأتطرق لزعيم المعارضة الذي قال برضو لم يستدل على أدلة، قال لم يتم الإفراج على أي من المساجين خلال التاريخ، وهذا كلام خاطئ. أفغانستان أفرج عن 10,000 ومصر 5,000 وإيران 70,000 سجين بسبب كورونا. واستدلت المعارضة الافتتاحية أن لم تنادي المنظمات بالإفراج لكن حذرت. أيوة، مقال حذرت فيه ومقال تطالب بالإفراج. ما وجود منظمة العفو الدولية تطالب بإفراج المساجين، ويوجد دعاوي كثيرة في المساجين. شكرا. فأنا لا أرى أن المعارضة الافتتاحية قدمت أدلة واضحة وقوية مرتبطة بصلة الحجج. وأرد على زعيم المعارضة في نقطة الأمن، وأن المفرجين عنهم هم من يرتكبوا الجرائم، ولم يذكر دليل يربط خروج المساجين بنسبة الأمن والجرائم. سيدي، يوجد حظر تجوار في معظم الدول العربية، ويوجد انتشار أمني مكثف، من أين سوف تأتي الجريمة؟ وسوف أذكر في الآليات هذا الحد في الوضع الأمني. أتطرق للحجة ونحن ندعي أن السجون في أوطان الأوبئة الجائحة. تفضل. ذكرت أنه هناك حظر تجوار، هل هؤلاء الأشخاص قد طبقوا القانون سابقا، وقد طبقوا القانون سابقا الذي يجرم الجريمة ولم يرتكبوا الجرائم؟ هؤلاء الأشخاص انتهكوا القانون سابقا وسيسكتونه الآن. شكرا جزيلا. شكرا. نقطة خرق القانون يمكن أن يقدم عليها شخص عادي أو شخص متهم سابقا. يمكن أن يخرق القانون شخص مواطن لم يسجن أو معفو عنه، لا علاقة بهذا بارتكاب القوانين. يوجد منظومة أمن هي تراقب القوانين وتحكم. مش معنى أن أنا بحتمل أن ممكن الشخص اللي خارج هو اللي يكسر القانون هعمم بقى أن إيه مش هخرج الناس، هذا كلام خاطئ. ندعي أن السجون في أوقات الأوباء الجائحة ضارة بالصحة العامة، حيث أن سياسات الصحة العامة تهدف إلى ضمان أفضل الظروف الممكنة لكل أفراد المجتمع حتى يتسنى أن الجميع يكونوا أصحاء. ودائما ما ينسى السجناء في هذه المعادلة، فالسجناء يدخلون ويخرجون من وإلى السجن كثيرا من أجل المحاكمة والانتقال من سجن إلى آخر. ويتصل السجناء بأشخاص كثر كل يوم، حراس سجون عاملون بها، موظفين، أطباء، عمال توصيل، فنيو تصليح، نحييك عن الزائرين من العائلات والمحامين. تلك مصيبة تجعل السجن مكان موجود وقنبلة موقوتة لانتشار الوباء. أين فكرة التباعد المجتمعي؟ ذكرها رئيس الحكومة وسوف أعيدها أيضا في خطابي. من حيث نقطة بعض أم جميع، هو ذكر رئيس الحكومة أن سوف نخرج بعض المساجين واستثنى بعض المتهمين بقضايا خطيرة في فكرة التباعد المجتمعي، وأنهم يظلوا جوه السجون بكثافة أقل. حسب الجمعية الطبية العالمية في تقريرها، بإمكان أن السجون تشكل بؤرا لتفشي الأمراض والاحتجاج لمدة طويلة داخل أماكن مغلقة قليلة النور مزدحمة ضعيفة في التهوية، يسبب انتشار معلومة. شكرا. ومقولة لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر التواجد داخل السجن من المخاطر الصحية في الوضع الصحي للسجناء. وذكرت ودلالت المنظمة على ذلك أن السجون تحتوي على أعداد كبيرة من أفراد الفئات المهمشة مجتمعيا والذين يعانون من الاضطهاد والظلم، ولا يتم اعتبار لهم أي شأن من قبل الدولة. نقطة معلومة. شكرا. وأتطرق للسياسات الإفراج الشرطي.
الإفراج الشرطي هو الحل من تسمية القانون أنه إفراج مشروط، لكن دعونا أول نفرض حسب القانون المصري في تنظيم السجون قانون رقم 6 لسنة 2018 أن الإفراج الشرطي هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء عقوبته، ويكون الإفراج معلقا على شروط أن يظل جدير بالإفراج ولا ينتهك القانون، والمادة 52 من قانون مصر أكدت على ذلك. الآليات هو الإفراج عن كبار السن جميعا في الأول بدفعات، نحن نفكر بدفعات 5000 كل أسبوع لمتابعة الأمن والرقابة عليهم. يوجد معايير كبار السن، الأطفال من مصلحة السجون والأشغال، ثم من هم مر عليهم مدة تزيد من نصف مدة العقوبة، ويوجد آليات للرقابة، وهذا دور الأمن أنه يتابع المجرمين خارجا وأن يمدهم بنظم رقابية وأدوات تكنولوجية للتتبع والحركة لحين انتهاء الفترة. مما ذكرت ووضحت وقت الموقف فريقي الداعم للمقولة إفراج جميع السجناء بالحل الإفراج الشرطي كما ذكرته في القوانين والسياسات والمعايير للإفراج الشرطي، وشكرا. إذن شكرا للسيد عضو الحكومة على الخطاب، ونمر مباشرة للخطاب الأول من فريق المعارضة الاختتامية. سيد عضو المعارضة فراس قم فليتفضل مشكورا في 5 دقائق. شكرا لكم. سأستهل مداخلتي بالتذكير بأننا نتحدث اليوم عن ظرف استثنائي أو فترة استثنائية في يشهدها كل العالم، وهو حدوث هذا الفيروس، فيروس كورونا المستجد. أولا أود أن أبدأ خطابي الإشارة إلى بعض النقاط التي تناولها عضو الحكومة، ومنها مسألة الإفراج الشرطي عن بعض المسجونين، وكانت تقريبا الحجة الوحيدة التي قدمها، حيث أشار أنه يجب مراعاة مثلا كبار السن أو النساء الحوامل أو بعض من لهم حاجيات خاصة. أود أن أقول أنه لا يمكن في مثل هذه الفترة أن يقع تقسيم حسب المعيار العمري، نظرا إلى أن السجن هو مكان يقع فيه أحداث طبعا العقوبات حسب خطورة الجريمة أو حسب ما يحدث من تجاوز للقانون. فضعف هذه الحجة يجعلنا لا ننظر إلى المسألة من جانب العمر أو لا. شكرا. أيضا أود أن أقول أن هذا الإجراء الذي جاءت به المناظرة، وهو الإفراج الفوري عن كل المساجين للحد من انتشار ظاهرة الكورونا، لا يمكن أن يحدث، لأنه طبعا لن يسمح من جانبين. سأتناول الحجة من الجانب الأمني وكذلك من الجانب الاقتصادي أو حتى الإجرائي الذي سأتحدث عنه. أولا من الجانب الأمني، لا يمكن تقريبا اتباع إجراءات لم يقع التفكير فيها أو لم يقع التحذير لها مسبقا، نظرا إلى أنه سيكون لها عواقب وخيمة في صورة تجاوز هذه الأزمة. مثلا سأفسر ذلك، في عديد من الدول العربية وقع الإفراج عن عديد السجناء إما طوعا بقرار من الحكومة. نقطة معلومة. لا شكرا، أو دعني واصل للفكرة، أو هروبا من السجن، وثم عند تجاوز تلك الفترة من عدم الاستقرار عجزت الكثير من الدول عن إعادة المساجين إلى أماكنهم لقضاء فترة العقوبة، ويمثل خطرا على الأمن المجتمعي. لا يمكن أن نضمن في هذه الفترة أي محافظة على هذا الأمن في صورة الإفراج عن نقطة معلومة المساجين. عندما تحدث عن المساجين يعني بمن فيهم الناس الذي قاموا بعقوبات أو جرائم كثيرة. تفضل. بالنسبة ألا ترون بأنه جميع القرارات التي متخذة من طرف الدول هل هي ليس لها تأثير على مستقبل، لأن كل قرارات استثنائية جاءت في هذه الظرفية استثنائية، ليس فقط الإفراج عن السجناء؟ شكرا.
طبعا شكرا شكرا لهذه النقطة المعلومة. أريد أن أشير إلى أن النقطة كانت واضحة أن الإجراء هو إجراء استثنائي، لكن العواقب لن تكون عواقب استثنائية بل ستكلف مجهود أكثر للدولة، وهو ما أريد أن أشير إليه، أنه اتخاذ مثل هذا القانون أو مثل هذا الإجراءات يتطلب اجتماع السلطة التشريعية في أي دولة، والسلطة التشريعية حاليا هي مركزة على اتخاذ إجراءات في المجال الصحي. فاستنفاذ هذا المجهود في الإفراج عن بعض السجناء قد يكون مثل خطر. الحل المقترح الذي يدافع عنه هو لا شكرا الحل الذي يدافع عنه فريقي هو طبعا فصل في مثل هذه الإجراءات بما يحفظ الأمن المجتمعي، هو فصل المساجين داخل مراكز يمكن فيها قضاء العقوبة أو قضاء فترة الحجز. كذلك التقليص لا شكرا كذلك التقليص من الاكتظاظ داخل السجون يمكن أن يكون إجراء وقائي لو بحثنا عن الإجراءات الوقائية. كذلك الجانب الذي أود أن أفسره أن الفكرة العامة التي ندافع عنها أن الإجراءات الاحترازية أو الوقائية لا تعني التسامح أو الاعتماد كإجراء بعض القوانين التي تسمح بالإفلات من العقاب أو تسمح بعدم تحقيق العدالة داخل المجتمع الذي سيكون له خطرا على المجتمع لو أفرجنا عن بعض الناس الذين مثل خطورة كالإرهابيين أو بعض من قاموا بجرائم أمنية. سأقول في الختام الخطاب أنه يمكن استغلال في هذه الظروف الاستثنائية بعض الإجراءات التي لن نعتبرها إجراءات ردعية بل هي إجراءات إصلاحية، مثل فصل بعض المدمنين من السجناء في مراكز للرعاية، ويمكن مثلا المدمنين على المخدرات أو المدمنين على الكحول يمكن مثلا في مثل هذه الفترات الاستثنائية أن يتم فصلهم تحت رقابة الدولة وبمواصلة القضاء العقوبة، لكن استعمال هذه الفترة لمعالجتهم وتوفير جميع الحاجيات لهم. شكرا. إذن شكرا للسيد عضو المعارضة على الخطاب، ونمر مباشرة للسيد عضو الحكومة الفعال والخطاب الختامي في فريق الحكومة السيد محمد أمين سيكتو، فليتفضل في 5 دقائق وشكرا. شكرا شكرا لمسير الجلسة، شكرا لأعضاء أعضائي في فريق الحكومة، شكرا لأعضاء فريق المعارضة أصدقائي، شكرا للحضور. فبالنسبة إنني سأنطلق من حيث انتهى عضو الحكومة عضو المعارضة، بحيث قال نحن في ظرفية استثنائية. هذه الظرفية فعلا تحتم اتخاذ مجموعة من القرارات الاستثنائية دون معرفة تأثيرها أو مدى وقعها في المستقبل، لأنه لا نعرف مدة هذا الفيروس أو حتى الفترة الزمنية التي سيكون في هذا الفيروس. لهذا أقول له وأقول لفريق المعارضة بأنه نحن اليوم وجميع الدول تتخذ مجموعة من القرارات الاستثنائية بدون مراعاة أثرها المستقبلي، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الأمنية أو جميع النواحي على المستقبل. فبالنسبة كما رأيتم أن حجج فريق الحكومة جاءت أوضح بيانا وأقوى حجة مبنية على أسس علمية واقعية، في حين ما تم استعراضه من طرف فريق المعارضة غير مرتكز على أسس علمية وواقعية، بحيث نحن كفريق حكومة جئنا وبينا ووضحنا موقفنا من المقولة، بحيث كنا بحيث قسمنا الموضوع إلى شقين وتناولناه من شقين، أولا من الشق القانوني كآلية، ومن الشق وكذلك من الشق الاجتماعي وهو الأعباء التي ستقع على الدولة، ومن الشق الثالث وهو أنه كيفية أو الآليات التي ستتخذها لتطبيق هذه السياسة وهذا القانون. فمن حيث الشق القانوني نرى بأنه
أنه تنزيل مجموعة من القوانين التي تنص على الإفراج بشكل عام على المتهمين، سواء في المرحلة سريان الدعوى أو من بعد أو الذين يقضون عقوبتهم. فهذا القانون أشمل لجميع مراحل الدعوة كذلك. ففي حين جاء فريق المعارضة يقول ويستشهد فقط بالإفراج على السجناء، وقال بأنه المقولة جاءت أسما لجميع السجناء، نعم، ولكن نحن حينما نقول استثنينا هذا السجين من سجين آخر فقط، هي كآلية تدريجية أو تنزيلية للقانون فقط، فإنه في آخر المطاف سنكون أمام إفراج على جميع السجناء. كذلك فريق المعارضة جاء ويستشهد فقط كزعيم معارضة، استشهد بمعدلات فقط على المستوى دولة الأردن، ولكن المقولة كانت أشمل من دولة الأردن، فهي تشمل نقاشا عاما مفتوحا من ذلك. نعم، تفضل. ذكرت أننا نذكر أدلة، يبدو أن فريقكم هو من لم يذكر أدلة. نحن ذكرنا ارتفاع معدل الجريمة وذكرنا عدة مصادر، وأنتم ذكرتم المنظمات الحقوقية ولم تذكروا مصدر واحد لمعلوماتكم، في حين أننا ذكرنا العكس. وشكرا جزيلا. هذا فيما يخص النقطة، فيما يخص أنتم ذكرتم مجموعة من الإحصاءات بدون الرجوع للمصادر، فإذا كنا نرجع للمصادر نحن ذكرنا مجموعة من المصادر بناء على الإحصاءات ديال منظمة الدولية لحقوق الإنسان، كذلك مجموعة من المنظمات التي ذكروها أصدقائي وزملائي فريق الحكومة ذكروا مصادرها، بل أنتم قمتم فقط بالاكتفاء ببعض المعدلات على مستوى دولة واحدة، ودولة واحدة ولا يعمم كما يقال إلا ولا يمكن أن نعمم إحصائية دولة واحدة على العالم بأكمله. قلتم كذلك لم يشهد العالم قط أنه أفرج على السجناء كامل، ولا أنا أقول كذلك لم يشهد العالم قط مثل هذه الظرفية وهذه الجائحة وهذا الفيروس. نعم، تحدثتم عن البطالة، فالبطالة هي مسألة محتمة سواء داخل السجن أو خارج السجن، فهي معضلة اجتماعية قبل كورونا وفي فترة كورونا ولا يزيد حدة. نحن حينما نذكر بأننا سنقوم بهذه السياسة، فهو سيخفف كذلك كما قال زميلي من أعباء الدولة، لأن انتشار فيروس كورونا في الأماكن الضيقة سيكلف الدولة أكثر من ما هي مكلفة به في مجال الصحي. وكذلك فنحن السياسة كفريق الحكومة جئنا بآلية وهو الإفراج الشرطي كذلك، واعتماد هذا الإفراج يشكل تدريجيا للفئات الأكثر عذرة أكثر عرضة للفيروس، كما هو معلوم كبار السن وسجناء المصابين بهذاك، ودون أن نستثني السجناء الآخرين، لأن السجناء الآخرين لأن الفيروس لا يشكل عرضة لهم. وشكرا لكم جميعا. شكرا للسيد عضو الحكومة الفعال على الخطاب الأخير بالنسبة لفريق الحكومة، ونمر مباشرة للخطاب الأخير بالنسبة للمعارضة، والخطاب الأخير أيضا بالنسبة لهذه المناظرة الرائعة. يتفضل سيد عضو المعارضة الفعال محمد خبليل في 5 دقائق، وشكرا. إفراج فوري للسجناء تريدون، وأنتم بهذا الفعل جريمة ترتكبون. ظللتم طوال المناظرة بالوباء تتحججون، وبفعلكم هذا البلد تدمرون. زملائي وأصدقائي من كلا الفريقين حكومة ومعارضة، السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن كفريق للمعارضة نعارض قرار المجلس القائل بأنه سيدعم هذا المجلس الإفراج الفوري عن جميع السجناء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. أولاً أريد أن أركز على مجريات المناظرة بصفة عامة، ولنركز في
في نص القضية، نص القضية يقول الإفراج الفوري، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يركز عن جميع السجناء. أولا أتى رئيس حكومتهم، أولا لم يعرض نص القضية بتاتا، وهذا من الأساسيات في المناظرة، إذ أن عدم تعريفه لنص القضية يعني أنه حاول جدا أن يذهب باتجاه آخر أو باتجاه غير الاتجاه الذي كان من المفترض أن يتخذه في نص القضية. أيضا لم يأتوا من البداية باستراتيجية مفصلة عن هذه الاستراتيجيات. كذلك قال رئيس حكومتهم بأنه نقطة معلومة لاحقا أن الإفراج يشمل عن بعض السجناء ولم ومن لم يشمله العفو تكون له رعاية صحية. زميلي أولا أهلا بك معنا في فريق المعارضة، هذا الحل الذي أطلقناه نحن كفريق معارضة يعني مع الإفراج ولكن للبعض وليس للجميع، هذه النقطة التي كنا أوضحناها جميعا. تحدثها من الناحية القانونية معلومة لاحقا صديقي طلبنا مداخلة ولم يقبل. هذه تحدث جاء نائب رئيس الحكومة وقال الحفاظ على السجناء وغيره بالشعارات المهذبة، دخلنا عليه في مداخلة وقلنا بأنه أنهم لم يأتوا بآلية عن الإفراج الفوري تحديدا للجميع، ولكنه تحدث وقال الإفراج الفوري عن الذين لهم الحق العام. معلومة نص القضية لاحقا صديقي، نص القضية يؤكد على الإفراج عن جميع السجناء، مع أن فريق الحكومة الاختتامية حاول أن يغطي على فريق الحكومة الافتتاحية في هذا، وسوف آتي إليه لاحقا. أيضا عمموا الكثير من الأشياء وعمموا التعميم لا ينفع. السؤال هنا المطروح، هل الإفراج الفوري هو يعني هو الحل الأفضل أم تقديم الرعاية الصحية للسجناء داخل السجن هو الحل الأفضل؟ أيضا تحدث عضو السجناء علينا بأننا قلنا أن الدول عبر التاريخ لم تطلق المساجين أبدا، وأتى بأن أفغانستان قد أطلقت عشرات سجين. صديقي لم يتحدث صديقي بهذا الكلام فعلا، قلنا نحن عبر التاريخ أن الدول لم تطلق كل المساجين. فأنت نقطة معلومة كلام زميلي بهذا الكلام. أيضا قال نقطة معلومة الحكومة حاول أن يخرج الفريق من الأزمة التي أتوا بها في المناظرة، وقال سنخرجهم دفعات وبالبداية باعتبار السن وآليات المراقبة غيري. صديقي نقطة القضية نقطة معلومة الفوري هو الآلي وبالتالي اللحظي، لا نريد أن دفعات وأن تكون يعني أنتم حرفتم المجال الذي كنتم المفترض أن تكونوا فيه. نقطة معلومة عضو الحكومة الفعال ركز على الظروف الاستثنائية، نحن نعم مع الظروف الاستثنائية، ولهذه الظروف الاستثنائية قررنا إخراج بعض السجناء، ركز معي صديقي بعض السجناء وليس الكل. نقطة معلومة فريق المعارضة الذي هو فريق خالف زملائه عضو الحكومة الفعال وخالف موقفه بالإفراج الفوري، قال أننا أتينا بمثال واحد وأتينا بعدة أمثلة وسآتي آليا، وذكرنا مصلحة السجون والنيابة العامة المصرية، والآن سوف نتحدث أو سوف ألخص الحجج التي أتينا بها. جاء رئيس المعارضة وعرف المصطلحات، عرفنا المصطلحات الفوري وعرفنا مصطلحات هذه المناظرة، وقلنا بأنه يعني لم يطلق جميع السجناء، تحدث رئيس معارضتنا بأنه لم يطلق جميع السجناء في حالة الوباء في أي دولة عبر التاريخ، يعني هذه الفكرة جميع السجناء وليس السجناء مثلما تقول علينا فريق الحكومة. أيضا أتى بمثال الأردن بأنه أفرج عن عدد من المسجونين وليس الجميع، وقال بأنه يعني لو أطلقنا الجميع سيسبب مشاكل أكبر في موضوع كورونا، ونحن مع إطلاق بعض السجناء. أيضا تحدث نائب المعارضة بأن مصر فقط سجلت حالة واحدة، تونس والجزائر لم تسجل أي حالة، وتحدث عن ارتفاع الجريمة وإطلاق بعض المساجين وإنشاء يعني سبل الوقاية داخل المساجين للوقاية من هذا المرض. عضو المعارضة تحدث عن الجانب الإجرائي والجانب الأمني، داخلوا علينا أن الوضع استثنائي ويحتاج إلى قرار استثنائي، رد عليهم أن الإفراج عن السجناء سيشكل خطر أكبر، وتحدث عن فصل المساجين داخل السجون ويمكن استغلال الإجراءات التصليحية من المدمنين. نؤكد على موقفنا بأننا نعارض نص القضية القائل بأنه يجب الإفراج الفوري عن جميع السجناء للحد من رحمة الله وبركاته. شكرا للسيد عضو المعارضة الفعال على هذا الخطاب، شكرا لفريق
الحكومة. شكرا لفريق المعارضة على هذه المناظرة الأكثر من رائعة طبعا، نشكرهم ونشكر أيضا الحضور ومتتبعي هذه المناظرة على يعني حسن إصغائهم وأيضا على الأسئلة التي تتوافد علينا، ولكن جميع الأسئلة تقريبا هي خاصة بفريق الحكومة إلا سؤالين فقط لفريق المعارضة، فسوف نمر للمرحلة الثانية في المناظرة وهي الإجابة على أسئلة الحضور. سوف أطرح بعض الأسئلة الواردة علي والتي ليس فيها تكرار حتى نضمن يعني نقاشا جيدا لنهاية هذه المناظرة، ويتكلف أحد أعضاء الفريق المعني بالإجابة على هذا السؤال كما يشاء الفريق. إذن السؤال الأول هو سؤال موجه لفريق الحكومة، ألم تقر الحكومات نفقات لمكافحة وباء كورونا؟ ألا من الأولى أن تخصص جزء منها للحفاظ على صحة السجناء الذين هم في حالة عزل بالفعل، بدلا من أن تجمع على المجتمع بلاءين الكورونا والمجرمين؟ إذن السؤال للحكومة يقول بأنه الدول تقريبا جميع الدول خصصت مبلغا أو صندوقا معينا لمكافحة هذا الوباء، أليس من الأجدر من الحكومة يعني أن تخصص جزءا من هذه المداخل للسجناء الذين هم بالفعل في حالة عزل، عوض أن يعني تخرجهم ويكون هناك بلاءين على المجتمع خصوصا الوباء وأيضا المساجد؟ ليتفضل أحد أعضاء الحكومة بالإجابة على السؤال. شكرا لك. يتحدث عن ميزانية حكومة، يتحدث عن ميزانية حكومة ويجب إصراف جزء منها على هؤلاء السجناء. نحن قلنا لا نريد إرهاق الحكومة والدول في هذه الأزمة، جميع الدول تعاني من أزمة اقتصادية لجانب الأزمة الصحية، لا نريد أن نضاعف الأزمة إلى أزمتين في البلاد، نحن نريد إطلاق بعض السجناء الذين يشملهم العفو العام مستثنين من ذلك الجرائم الخطرة، وهذا لم يفهمه فريق المعارضة، وبالتالي نخفف الأعباء الحكومة، بدل أن تصرف 100 مليون على هؤلاء السجناء، نحن نريد أن نخفض هذه الميزانية إلى النصف من أجل تخصيص هذا المبلغ إلى الجانب الصحي إلى المستشفيات. السجناء نعم لديهم رعاية صحية ولكن أماكن مكتظة. في مصر ضربنا مثالا واحدا بأن هناك بعض السجون تحتوي على 150% من طاقتها الاستيعابية، فبالتالي إذا خصصنا جزء من هذه الموازنة لهذه الأزمة، إذن سنرهق الحكومات والدول في ظل هذه الأزمة وسنضاعف الأزمة الاقتصادية أكثر فأكثر على الحكومات. شكراً. أضيف على رئيس الحكومة إن أمكن أستاذ إبراهيم أن ما الداعي لتجميع الناس في منطقة واحدة وصرف عليهم مبالغ طائلة للتعقيم والاحترازات الصحية، لكن الداعي والذي والمنهج الذي صار عليه الدول المتقدمة حالياً، من أصيب الحجر الصحي الخاص هو المنزل تبعه، هو المنزل الخاص به هو الحجر الصحي له، فما فائدة تجميع المواطنين في منطقة ضيقة مثل السجن وصرف أموال طائلة تجنبا لي؟ وذكرنا أن هذه نظم ديكتاتورية، وفين الرقابة وإلا هيأكد أن في تعقيم كل يوم، وفين المصاريف كما ذكر رئيس الحكومة أن في مصاريف طائلة وفي أصلا أزمات اقتصادية. فنقطتين، هو الأزمة الاقتصادية وأزمة أن أصلا المنزل أفضل كما ذكرت المنظمات وكما ذكرت الآن الدول أن يعتزل المنزل هو أفضل من المنزل. إذن شكرا إسلام. إضافة إبراهيم؟ لا شكرا، سنخصص فقط دقيقة للإجابة على الأسئلة حتى يتسنى لنا طرح جميع الأسئلة لأنه ليس هناك الكثير على كل حال. يعني للسؤال الموالي إن شاء الله، يقول هل التخفيف من انتشار، دائما سؤال موجه للحكومة، هل التخفيف من انتشار الفيروس سيكون الحل له هو الإفراج الفوري أم التأكد من تقديم الرعاية للسجناء داخل السجن؟ إذا فليتفضل أحد أعضاء الحكومة الإجابة على السؤال في دقيقة.
كعضو حكومة لم أكمل بعض الآليات لضيق الوقت المتفق، لكن بعض الآليات هي كانت تشمل أن في الإفراج سوف يتم مسحات طبية، ومن سوف يذكر كان يعني اللي هيكون بمسح إيجابي هيتم عزله. وذكر رئيس الحكومة في تعريفه للإفراج الفوري أن هيكون في حجر صحي لمن يظهر عليهم أعراض المرض. إذن شكرا لإسلام على الإجابة على السؤال. نمر إلى السؤال الموالي وهو سؤال مخصص لفريق المعارضة، يقول: قلتم إن السجن في مصر لا يصلح حتى للحياة، ألا ترون أن انعدام هذه الخاصية تستوجب الإفراج عنهم خصوصا في غياب أدنى شروط السلامة الصحية؟ فليتفضل أحد أعضاء المعارضة ليجيب على السؤال. تكلمنا عن مغالطة التعميم، نحن نتكلم عن سجن واحد في مصر، فهل بسبب سجن واحد وارتكاب سجن واحد لهذه المخالفات الكثيرة يمكن إطلاق جميع المساجين حول العالم؟ هل يمكن إطلاق المساجين في الجزائر بسبب ارتكاب سجن أو سجنان في مصر بعض الجرائم أو بعض الممارسات؟ زائد أن هذا السجن أو هذين السجنين أن هذه السجون في مصر التي ارتكبت بعض الجرائم قد رفعت عدة قضايا من منظمات حقوقية ضد هذه السجون بالذات بسبب رفض بعض الوفود من منظمات حقوقية، رفض مصر لزيارة هذه الوفود لزيارة السجون. وبالتالي كيف نعمل فقط حالة سجن أو سجنان أو مجموعة من السجون في مصر داخل دولة واحدة، نعمل هذا الأمر على جميع دول العالم؟ وهنا وصلنا إلى مغالطة تعميم. إذن شكرا لوليد أحد أعضاء المعارضة على الإجابة على السؤال. نرجو فقط من المتناظرين إذا كان أمكن يعني فتح الكاميرا أثناء التحدث، شكرا. نمر إلى السؤال الموالي لفريق الحكومة، يقول: من يضمن لنا أن المساجين الذين تم الإفراج عنهم غير مصابين أصلا بالعدوى ولم يستفيدوا من الكشف وسيشكلون خطرا على المجتمع؟ إذن أحد أعضاء الحكومة لإجابة على السؤال. هل أستطيع الإجابة؟ لا، السؤال موجه لفريق الحكومة. فريق الحكومة، تفضل. أوكي، أولا فإن الآلية التي طرحناها هي تضمن حياة المساجين، ولا نستطيع أن ننسى أيضا القوى الأمنية التي تهتم بهذه السجون. فإن الآلية التي طرحناها هي ضمن إطار وقائي صحي، فإذ أن هذه الأموال التي سبق وسئلنا عنها قد وضعناها في الإطار الصحي، ونستفيد من هذا الإطار الصحي لكي نضمن حياة المساجين التي خرجت من السجن، وطبعا أيضا نستطيع أن نأخذ من قسم من هذه الأموال لكي نضمن حياة المساجين الذي لم يشملهم العفو العام، وهم أيضا طبعا بشر ولكنهم مسجونين بقضايا لا نستطيع الإفراج عنها، وإذ نستطيع التأمين لهم أقلها الأمور الوقائية الصحية لكي نمر بهذه المرحلة الصعبة. إذن شكرا رماح أحد أعضاء الحكومة على الإجابة على السؤال. نمر للسؤال الموالي للمعارضة، يقول: هل هذا السؤال مخصص لفريق المعارضة، هل عواقب انتشار الفيروس بشكل كبير داخل السجون أقل خطرا من إطلاق سراح السجناء؟ إذن فليتفضل أحد أعضاء المعارضة. اسمحوا لي بالإجابة. تفضل. نعم، جميع التقارير الطبية التي نشرت عبر منصات منظمة الصحة العالمية والأخصائيين والخبراء في علم الأوبئة أكدوا أن فيروس كورونا ليس بالفيروس الخطير أسوة بباقي الفيروسات والأوبئة التي انتشرت سابقا، إنما هو مشكلته سريع الانتشار، والفئة التي يشكل عليها خطرا هي فئة محصورة بين الأطفال وكبار السن، وشفنا عدد كبير من هؤلاء الحالات تم شفائهم في الغرب من هم يعتبروا كبار السن. فالفيروس ليس خطيرا، أما إذا أتحنا المساحة لإخراج جميع السجناء، ونركز على كلمة جميع السجناء، فهذا يعني أنك أنت ستنشر السم في المجتمع مرة أخرى. تاجر المخدرات، القاتل، المغتصب، الإرهابي، صاحب الأفكار الضلالية، السارق، كل هذا خطر ويمس الأمن الشخصي والأمن والسلم المجتمعي. بالتالي نعم،
بعض السجناء المتواجدين داخل السجون والذين لا يستحقون الإفراج عليه عنهم بالمقابل من حق من يتم توفير رعاية صحية لهم داخل السجون يعتبروا أخطر من فيروس كورونا على المجتمعات. شكرا. شكرا. يمكن إضافة نقطة لما قاله زميلي؟ تفضل وليد. في تقرير أممي نشر مؤخرا أن حوالي 1,000,000 جريمة قتل سنويا في كل العالم، وحوالي 500,000 جريمة قتل عنف. يعني كل هؤلاء الأشخاص وكل هؤلاء المجرمين نقوم بالإفراج عنهم في مقابل كورونا، نحن نتكلم عن عدد قتلى أكثر من عدد قتلى حتى كورونا، وبالتالي نحن نغامر بعدد أكبر من عدد الأشخاص معرضين لمرض كورونا. وشكرا جزيلا. إذا شكرا وليد على النقطة الإضافية فيما قاله يعني إبراهيم. نمر إلى السؤال الوالي للحكومة، يقول سياسة الحجر الصحي مشابهة للإجراءات السجنية، إذا ما الجدوى من الإفراج عن السجناء؟ تسمحوا لي نجوب؟ تسمحوا لي نجوب؟ تفضل. بالنسبة للسؤال فهو بأنه السياسة التي سنتخذها يعني التي ندافع عنها نحن أنه هو اكتضاد، كما هو معروف بأن داخل السجن هناك اكتضاد، هناك لا توجد مساحات الأمان يعني أو المساحات الكافية لعدم انتشار الفيروس، ومجموعة من المنظمات الصحية العالمية التي أكدت لنا بأنه سهولة انتشار الفيروس داخل الأوساط المكتظة أكثر ما هي أكثر. لهذا فنحن كان يعني إذا السجين إذا خرج إلى المنزل وقام بالحجر الصحي داخل المنزل فهنا نكون أكثر ضمانا بعدم انتشار العدوى والفيروس، لأنه إذا بقي داخل السجن وتم ستكون سهولة انتشار الفيروس أولا. كذلك السجناء كيفما السجن كيفما هو معروف أنه كيدخلوا لي واحد مجموعة يتم دخول مجموعة من العاملين فيه، منهم هذوك العاملين سيتم نقل الفيروس من داخل السجن إلى خارج السجن ونكون البؤرة داخل السجن وخارج السجن. لهذا الإجراءات الإفراج عنهم هي أكثر حرصا على عدم انتشار الفيروس. شكرا. إذا شكرا أمين عضو الحكومة على الإجابة على هذا السؤال. أظن ما زال لدينا سؤال يعني ربما أجبتم عنه أثناء المناظرة، ولكن هل يمكن فقط تذكير يعني الذي طرح السؤال بأهم الإجراءات أو التي ستتخذونها أو تقترحونها لضمان نجاح هذا الإجراء أي رجع عن السجناء؟ يعني ماذا تقترحون كآلية لنجاح هذا الإجراء؟ أحد أعضاء الحكومة للجواب على السؤال في دقيقة. هل أستطيع الإجابة؟ جواب. تفضل. شكرا. أولا الإجراء هو قانون معجل مكرر، أولا يضمن من يستطيع الاستفادة من هذا العفو ومن لا يستطيع أولا. ثانيا طاقم طبي متكامل يراقب ويتابع هذه العملية عن الإفراج، وأيضا تحت رقابة مشددة للوقاية من هذا الفيروس. ثالثا تأمين طبعا نحن نعرف أن 30% من الفحص الكورونا يمكن أن يكون سلبي، وهذا المنظمة العالمية للصحة قامت بالإبلاغ عنه. لذا يحجر المساجين التي تم الإفراج عنهم 15 يوما في مراكز صحية مجهزة لهم قبل ذهابهم إلى المنزل، ومن ثم بعد ذهابهم إلى المنزل طبعا يكون تحت مراقبة مشددة من القوى الأمنية. وإنما لدينا أيضا آلية وهي لمتعاطين المخدرات، نستطيع أن نؤمن لهم مراكز لكي يستطيعوا أن يتخلصوا من هذا الإدمان على المخدرات أولا. ثانيا للذين قاموا بأي جريمة بناية على أي أمراض نفسية نستطيع أن نعالجهم ضمن الأمراض النفسية، لأن هذا الإجرام نتيجة جريمة، وهي هذا الإجرام نتيجة خلل
في هذا الشخص نستطيع أيضا إصلاح هذا الخلل، وذلك لكي وذلك لطفا منا بالإنسان ونظرنا من المنظار الإنساني للناس، ومن منا لا يخطئ في حياته، وإن استطعنا تصحيح هذا الخطأ بشيء جميل فلنتصرف به بدلا من سجنهم وتعريضهم لهذا الخطر وهو المرض كورونا. وشكرا. إذن شكرا رماح على الإجابة على السؤال الأخير من طرف الحضور. شكرا للسيدات والسادة الحاضرات والحاضرين في هذه المناظرة على تفاعلهم مع المناظرة ومع نقاش هذه المناظرة. شكرا لجميع المتناظرين سواء من المشاركين أو من متناظري الظل الذين كانوا يعني وراء المناظرة في حالة كان هناك عطب. نشكرهم أيضا على تضامنهم وتعاونهم معنا لإنجاح هذه المناظرة. أريد أن أشكر جزيل الشكر جميع الميسرين الرؤساء في جميع الدول العربية التي يشتغل فيها البرنامج لمساهمتهم معنا في إنجاح هذه المناظرة من خلال التنسيق واقتراح المتناظرين. أشكر المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، أشكر المجلس المجالس الثقافية البريطانية في جميع الدول، المجلس الثقافي البريطاني في جميع الدول العربية يعني مدرائه، السيد المدير الإقليمي أيضا جميلي على إتاحتنا هذه الفرصة للنقاش، وأشكر صوت شباب المتوسط. إلى أن نلقاكم في مناظرة مقبلة، ابقوا في أمان وإلى اللقاء. شكرا إبراهيم. شكرا إبراهيم وشكرا جميعا.